ولما اتكلم على التجربة المصرية كحكومة وكمسار على مدى، النهاردة احنا كنا بنتكلم في 2011 للبداية، وانا بكلم مش المتخصصين، مش المفكرين، مش المثقفين، مش المعنيين، انا بكلم شعوب. التجربة بتاعتنا تجربة انا بحكيها للناس، مش بحكيها لان المتخصصين عارفين كلام كتير من اللي انا بقوله ويقدروا يفهموه في اطار ان هم بيديروا دول، فاللي بيدير دولة عارف كويس مقتضيات ومتطلبات الدولة ايه. لكن مهم قوي ان يبقى في وصال بينا وبين الناس تعرف الحكاية. حكاية مش حكاية مصر، هي مصر النهاردة موجودة هنا عشان تحكي حكاية حكومة مصر او مسار مصر في ال 11 سنة او ال 12 سنة اللي فاتوا. قلت أبدأ بالتاريخ 2011 لأن هو تاريخ حاسم وكاشف لحكاية مصر، وكادت أن تضيع مصر كما تعرضت كتير من الدول في المنطقة للي انتوا عارفينه كلكم، ومحدش نجي إلا مصر، محدش نجي إلا مصر. طيب لو جيت كلمتكم، أصل أنا هتكلم عن حاجة اسمها أنا قلت عليها اسمها التحديات المتوازية. فحد يقول لي يعني ايه متوازيه؟ اقول له يعني احنا كان عندنا تحديات، مفيش تحدي قبل تحدي، ده التحديات كلها على خط واحد. التحديات كلها على خط واحد، يعني ايه على خط واحد؟ يعني ما عنديش اولويات، ما اقدرش اقول ايه؟ اخد دي واسيب دي. انا عايز اجابه التحديات دي كلها مره واحده. لانها ما تنفعش تتساب. وهديكم مثال على حاجه حاجه كده. قلت لي معاك وقت قد ايه؟ هي حسب الاجنده نص ساعه، ولكن طيب هناك استنى لك فخمت واخد بالي. طيب اقصد اقول التحدي الاولاني بعد 2011 هو حاله التشرذم والتفكك وفقد الامل والياس اللي كان بيعاني منها المصريين، ودي حاله مش بس وليده 2011، ده منهج اتعمل على مصر من ناس جوه مصر بفكر معين عشان يعني متهيأ لهم ان الدولة لما تقع هتبقى في ايديهم. ما يعرفوش يعني ايه دولة، ان الدولة لما تقع ما بترجعش تاني. الدولة لما تقع يا فيصل ما بترجعش تاني. ده الكلام اللي انا بقوله لكل اللي بيسمعني، مش بس في الامارات، في كل المنطقة العربية لو بتسمع، الدولة اللي بتقع صعب رجوعها. طب مصر رجعت ليه؟ دي إرادة ربنا، دي إرادة ربنا. فالتحدي الأولاني كان حالة التشرذم واليأس اللي كانت موجودة عند المصريين. طيب الحالة ديت كان حلها إيه؟ طب كان في معاها تحديات أخرى عشان الكلام كله يبقى ماشي مع بعضه؟ آه طبعًا.